اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي في رمضان. كل سنه وحضراتكم دايما بخير. اجواء رمضان الجميله دايما وكالعاده الاهلي في رمضان بيكون مع حضراتكم في كل مكان ويوميا كل يوم من الساعه 10 للساعه 12. في هذا البرنامج بنتكلم عن كل ما يخص النادي الاهلي. والنهارده بقى عندنا حاجه مختلفه شويه، ولكن في البدايه خلوني ارحب صديقي العزيز وزميلي الاستاذ عبد الرحمن ناجي، او كابتن عبد الرحمن ناجي. هو اخويا الصغير الحقيقه، فانا يعني استاذ كابتن زي ما انتم عايزين تقولوا قولوا، ولكن هو بالنسبه لي عبد الرحمن ناجي. ازيك يا عبد؟ يا كابتن ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا حبيبي، اهلا بحضرتك كابتن اسلام، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ورمضان كريم على الجميع. ومبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده كابتن اسلام. الحقيقه يعني ان شاء الله انا متفائل بالحلقه دي قوي يعني. يا رب ان شاء الله. عبد الرحمن من الناس اللي انا كنت بشوفهم وهو صغير قد كده والله في التمرين يعني، اما كنت موجود في النادي الاهلي، فان هو يكون جنبي النهارده فانا سعيد جدا جدا بتواجده دايما معايا. ويعني النهارده هنتكلم عن كل ما يخص النادي الاهلي واللي بيحصل حوالين النادي الاهلي خلال هذه الفتره، لانها فتره صعبه جدا وفتره مهمه جدا وفي وسط اجواء رمضانيه. بالمناسبه في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معانا فرقه الانشاد الصوفي الجازوليه، فرقه هتعمل لنا بعض الانشاد الديني اللي هيكون متواجد مع حضراتكم نتكلم فيها او هنتكلم فيه او هنسمع كلام مهم جدا جدا في هذا الامر. فقرة كلها الحقيقة روحانيات وحاجات جميلة جدا جدا تتماشى مع رمضان وهذا الشهر الكريم. السنة اللي فاتت عملنا حلقة بهذا الشكل، والحقيقة لقت قبول كثير من جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي بيتفرج علينا، وبالتالي النهاردة هنكرر هذه الحلقة. ولكن في الجزء الأول هنتكلم أكتر عن النادي الأهلي واستعدادات على أعلى مستوى الحقيقة، بداية من مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة المباريات، عشان نشوف مباراة كبيرة ورائعة بحضور جمهور كبير، جمهور النادي الأهلي العظيم اللي هيروح إن شاء الله يوم مباراة يوم 1 إبريل الساعة 9 مساء. لن يفعل شيء إلا شيء واحد فقط، وهو تشجيع فريقه، تشجيع فريقه بس. وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، وده اللي احنا دايما بنتعلمه الحقيقة من جمهور النادي الأهلي. كلنا عايزين نكسب، كلنا عايزين نلعب على المكسب بإذن الله. إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم 1 إبريل ونستطيع أن نتأهل في وسط استاد القاهرة وفي وسط 50,000 متفرج. جمهور النادي الأهلي عنده فرصة كبيرة جدا جدا يعمل ملحمة تشجيعية لدعم الفريق. وكالعادة الحقيقة يعني الناس عمالة تقول لي إيه اللي هيحصل يوم 1 إبريل؟ اللي هيحصل يوم 1 إبريل إن شاء الله جمهور النادي الأهلي 50,000 متفرج هيبقوا متواجدين في الاستاد، هيشجعوا فريقهم. هيشجعوا فريقهم فقط. ليس لنا علاقة بأي حاجة أخرى. طبعًا يا كابتن. هو أنا رايح أشجع فريقي، فريق النادي الأهلي، علشان أنا عايز فريق النادي الأهلي يتأهل للمباراة أو للدور اللي بعد كده يا عبد الرحمن، وده هيكون إن شاء الله من خلال المكسب ومن خلال تشجيع الجمهور. 50,000 متفرج للاول مره منذ فتره طويله جدا جدا يكون موجود. طبعا ماتش سان داونز اللي كان هنا برضو سيمي فاينال او اللي هو 2019 ده كان العوده بعد المباراه اللي احنا خسرناها هناك، ولكن النهارده برضو بعد اربع سنين لاول مره بنشوف جمهور النادي الاهلي 50,000 متفرج، او هنشوف جمهور النادي الاهلي ان شاء الله 50,000 متفرج يكونوا موجودين في استاد القاهره كمان. فاعتقد ان دي حاجه رائعه وحاجه جميله. مفيش شك يا كابتن ان يعني بصرف النظر عن قوه المباراه او ان المباراه ذات اهميه كبيره، لكن اللعيب اللي بيلعب في وجود جمهور النادي الاهلي ده لعيب محظوظ حقيقي. اللعيب اللي بيتواجد في استاد القاهره وهو بالساعه دي فعلا يا كابتن اسلام، يعني جمهور الاهلي طول عمره جمهور عظيم جدا، عارف دوره كويس وبيحب ناديه وبيشجع باخلاص وحماس، وكمان هي فرصه كبيره جدا لعوده الجمهور بعد كده باعداد كبيره ان شاء الله في اللي جاي يعني في المستقبل، وده كله اكيد مرهون بالشكل الحضاري اللي هيعمله جمهور الاهلي في الماتش ده. قبل بس ما تكمل كلامك في النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا، ده مش هو مش مرهون، احنا بنتعلم الشكل الحضاري من جمهور النادي الاهلي. طبعا احنا بنتعلم كل حاجه كويسه. انا شخصيا يعني انت لعبت في الثالثه شمال يا كابتن وشفت جمهور النادي الاهلي بالزبط. اللي بيحمي لعيبته يعني بالزبط. انا بشوفهم مش ان هم بيشجعوا بس، دول بيحموا لعيبتهم في الملعب يعني. برافو عليك. صح. دي نقطه مهمه جدا. انا بحمي لعيبتي بان انا لما الاقي لعيبتي بتقع مني ولا حاجه بدنيا يعني جوه الملعب، وده بيحصل خلي بالك. طبعا ده بيحصل. لا وغير غير بدنيا، لما تبقى الفرقه اللي قدامك مشدوده من 50,000 متفرج في الملعب
ده يدي قوه للعيبه لما يبقى اللعيبه سمع صوت تشجيع، ده حماس للعيبه. لما يبقى اللعيبه عندها القدره ان هي تبقى بتادي في وسط 50,000 متفرج، ده انا من وجهه نظري مش اللعيب رقم واحد، ده اللعيب رقم واحد واثنين وثلاثه في الملعب جمهور النادي الاهلي حقيقي. لانه ان شاء الله ربنا هيكرمنا في هذه المباراه بوجود جمهور عظيم، جمهور النادي الاهلي اللي دايما دايما واقف في ظهر فريقه بيدعم ويساند وكل حاجه حلوه بيعملها. الحقيقه يمكن بنشوف دايما ان اللعيبه اللي بتجيله فرصه لعب للنادي الاهلي والاستمتاع بجماهير النادي الاهلي لما الجمهور ده بيحضر المباراه، اللعيبه دي بتبقى لعيبه محظوظه الحقيقه في الدنيا. انا كنت من اللاعبين المحظوظين اللي حضروا هذا الامر، لان جمهور النادي الاهلي غير اي جمهور في العالم. لما تشوف ان شركه تذكرتي بتعلن بعد اقل من 7-8 ساعات ان 50,000 تذكره، 50,000 تذكره، وفي الاف وملايين نفسهم، انا نفسي انا لوحدي 50,000 عايزين يحضروا معايا، عايزين تذاكر مني والله العظيم. كل واحد فينا كابتن مطلوب منه ساعه الاستاد تذاكر تقريبا. يعني كل واحد فينا على رايك مطلوب منه. فالحقيقه جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم جدا، اللي ان شاء الله ان شاء الله اللعيبه تشوف الجمهور ده. خلي بالك اللعيبه دي برضو من فتره طويله جدا ما شافتش الجمهور، ما شافتش 50,000. بس هم راجعين من كاس عالم، بس هم راجعين من كاس عالم، كانت اجواء ال 50,000 دي بالنسبه لهم عاديه. انا اقصد ان جمهور الاهلي 50,000 باعلام حمراء. لا طبعا دي اول مره، دي بقى لها فتره كبيره جدا، من ماتش سان داونز اللي احنا كنا بنقول عليه ده اخر ماتش جه بالعدد ده تقريبا يعني. صحيح، قبل كده ما كانش فيه حتى الاعداد دي. صحيح. وبالتالي حضراتكم جماهير عظيمه جدا جدا جدا، وانا متاكد ان يوم 1 ابريل ده وكالعاده انت لما بتحب تعمل حاجه دايما اي حد في الرياضه، في الرياضه داخل مصر لما بيحب يعمل حاجه بيروح للنادي الاهلي طبعا. فبالنسبه لنا ان انت تلاقي النادي الاهلي هو اللي هيدي المفتاح او هيدي البدايه ان شاء الله، دي البشره لعوده الجمهور لكل الالعاب وكل، برافو عليك، دي البشره. فلما تبقى عند النادي الاهلي او عند جمهور النادي الاهلي انا متاكد مليون في الميه، مليون في الميه صدقوني، كل ما يحدث حول المباراه ده، المستطيل الاخضر اهو مثلا، ده المستطيل الاخضر، فالمستطيل الاخضر هو اللي يهمني. ما يحدث حول المستطيل انا مش هتكلم على حد ولا هقول حاجه ولا ليه علاقه بحد يا عبد الرحمن. احنا كلنا، كل جمهور الاهلي واحنا كاعلاميين اهلاويين وكل الناس اللي تختص بالنادي الاهلي ملهاش دعوه غير بالملعب. الله ينور عليك. ملناش دعوه غير بدورنا احنا كمشجعين ان احنا هنروح نشجع ونساند الفريق، وبناء عليه الفريق برضو ملوش دعوه غير بان هم يأدوا في الملعب برجوله، وفي الموضوع في ايدينا. مش كده يا كابتن؟ مظبوط، دي لعيبه النادي الاهلي يعني. هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، وهو ده دايما اللي احنا عايزينه، اللي هو ايه؟ احنا ليس لنا علاقه باي شيء اخر، احنا لنا علاقه بحاجه واحده فقط، وهي ملعب المباراه يوم 1 ابريل الساعه 9، من 9 ل 11، 45 دقيقه او اكتر شويه شوط اول، و45 دقيقه في الشوط الثاني. ربنا يكرمنا الا اذا حصلت حاجه خلتنا نصل الى اكتر من كده. لكن في النهايه اللي انا اقصد اقوله ايه؟ لن اتكلم ولن يتكلم اي اعلامي او اي اعلام في النادي ده، وجهه نظري طبعا انا، ولا حتى الجمهور يا كابتن، ولا حتى الجمهور، ما حدش اتكلم على فكره كل اللي حصل ده، ولا احنا خدنا بالنا منه. صح، احنا كل اللي علينا وكل واحد عارف دوره كويس، من اول الجمهور والجهاز الفني واللعيبه ومجلس اداره النادي الاهلي. ما مجلس الاداره كان ممكن يرد مثلا، لكن ده ما حصلش. ليه؟ لان النادي الاهلي عارف كويس جدا دوره، عارف ان دوره في الملعب، كل فرد في منظومه النادي الاهلي عارف ان احنا كل اللي لينا المباراه، نتيجه المباراه تحديدا يعني، ملناش دعوه بكل اللي بيحصل بره الملعب خالص. صحيح، محدش هيطلع يرد يعني، لا الجمهور هيطلع يرد، وجمهور النادي الاهلي ارقى جمهور في الوطن العربي وفي افريقيا. جمهور النادي الاهلي عارف دوره، هو دعم الفرقه فقط لا غير، واحنا صحيح. عارفين ان احنا هنكسب، عارفين ان شاء الله ان شاء الله المباراه دي مباراه التاهل. فال 50,000 متفرج اللي هيكونوا موجودين في الاستاد، مع ال 11 ملعب، ال 11 لاعب اللي في الملعب، مع الدعم الكامل من كل الاجهزه الرياضيه في البلد دي، كلهم على امل واحد بس وعلى هتاف واحد بس، وهو تاهل النادي الاهلي للمرحله اللي بعد كده. الحقيقه وبما اننا بنتكلم عن كل اللي ساعد النادي الاهلي خلال الفتره السابقه وجمهوره للتواجد بهذا الشكل ان شاء الله اللي هيبقى يوم 1 ابريل، فانا بشكر مره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وعشره، بشكر وزاره الداخليه، بشكرهم على هذا المجهود الكبير جدا جدا، بشكر شركه تذكرتي على مجهودها الكبير جدا جدا في ان هي توفر ال 50,000 تذكره في عدد قليل جدا من الساعات. عرفنا ان كل التذاكر سولد اوت زي ما هم كتبوا. ايضا بشكر شركه استادات والحقيقه
التنظيم الرائع مع لجنه الجماهير، لجنه تنظيم المباريات والجماهير اللي خاصه بالنادي الاهلي، واللي عامله برضو مجهود كبير جدا جدا. كل الناس بتتضافر دلوقتي على شيء واحد فقط، وهو ان شاء الله ان تنتهي هذه المباراه بافضل شيء، وتاهل النادي الاهلي وافضل شكل لجمهور النادي الاهلي. وحسنا فعلت الحقيقه كل الاجهزه الخاصه بهذا الامر، لانه ان شاء الله جمهور النادي الاهلي اختيارهم لهذه المباراه واختيارهم لجمهور النادي الاهلي تحديدا ان شاء الله يوم 1 ابريل جمهور النادي الاهلي هيقول للمصر كلها، وهيقول للافريقيا كلها، وهيقول للعالم العربي كله قد ايه ان احنا جمهور متحضر، قد ايه ان احنا عايزين نبقى في المدرجات 50 و60 و70 و100 الف لو ينفع كمان. دي مش اول مره لجمهور النادي الاهلي يا كابتن، احنا العادي بتاعنا ان جمهور النادي الاهلي مالي الاستاد، بيبقى بال 90,000 متفرج وال 100,000 متفرج قبل كده كمان. جمهور النادي الاهلي العادي بتاعه ان هو المساهم الاول في تاهل النادي الاهلي، اللاعب رقم واحد دايما. جمهور النادي الاهلي ما افتكرش ان حصلت مشكله في مره من المرات صدرت من جمهور النادي الاهلي، دايما جمهور النادي الاهلي حتى مش رد الفعل، دايما المفعول به. جمهور النادي الاهلي غالبا في اغلب الاوقات ما هو الا داعم لفريقه في كل الالعاب الخاصه في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بشكل او باخر كل المطلوب منه هو يعلمه جيد جدا، يعلم جيدا دوره. هتاف 90 دقيقه الهدف ممكن يجي في الدقيقه الاولى، ممكن يجي في الشوط الثاني، ممكن يجي في الدقيقه 90. النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي زائد 90 دايما. فاحنا لعبتنا من اول دقيقه رجاله في الملعب، 11 راجل في الملعب هيخشوا يعملوا اللي عليهم كله، وجمهورنا عارف ان هو اللعيب رقم واحد، عارف ان هو الدور الاكبر والاعظم في منظومه النادي الاهلي هو دور الجمهور. انا مش جديد عليا ان انا اشوف 50,000 و60,000 و70,000 في الملعب من جمهور النادي الاهلي، ده مش جديد علينا. كنا بنشوفه في التمرين. صح، ده كانوا بيجوا في استاد التتش في التمرين يعني فعلا. فده مش جديد علينا، ولا حتى جديد علينا ان يبقى احنا بنتاهل في اخر ماتش، ولا حتى جديد علينا الضغوط اللي بتحصل دي كلها، ده كله مش جديد على المنظومه بتاعتنا، منظومه النادي الاهلي. خلي بالك يا عبد الرحمن، احنا لم نتاهل ومباراه صعبه جدا، بس التاهل في ايدينا. التاهل في ايدينا بس، ولكن مباراه برضو كويس ان انت اتكلمت في هذا الامر، لانه امر مهم جدا، مباراة في منتهى الصعوبة. على فكرة الفريق الهلالي فريق جيد، واحد من أفضل وأهم الفرق في إفريقيا. خلينا نتكلم طبعا فنيا بقى شوية. لا طبعا، واحد من أهم وأفضل الفرق في إفريقيا. ولكن قبل ما نتكلم فنيا يا عبد الرحمن، خلينا نطلع نشوف تقرير عن السند، عن الداعم الأول لكل لاعيبة النادي الأهلي ولاسم النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي. نطلع نشوف هذا التقرير قبل مباراة الهلال، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. حلم 11 يراود جمهور الأهلي العظيم يوما بعد الآخر. جمهور الأهلي الذي يقف خلفه فريقه أينما حل وارتحل، لكي يقف على منصات التتويج في كل البطولات، فهو اللاعب رقم واحد. فما بالك أن يكون جمهوره حاضرا بسعة جماهيرية هي الأكبر منذ سنوات، لخوض مباراة هامة ومصيرية أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. قدم هذا الجمهور ملحمة كبيرة، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي مباراة، بأن تنفذ 50,000 تذكرة بالكامل خلال 8 ساعات فقط، وهو ما يعكس مكانة النادي الأهلي وقوة جمهوره. فهنا أعظم جمهور في الكون قولا وفعلا. هنا الأهلي، هنا التاريخ، 144 بطولة في 116 سنة. هنا المبادئ والقيم، هنا ملك الكرة المصرية بدون منافس، هنا ملك القارة السمراء المتربع على عرشها في 10 مناسبات. أنا الأهلي، جمهور يحترم كل الأندية العربية والإفريقية وكل أندية العالم، جمهور يضرب به المثل في الالتزام والتشجيع المثالي. وسيرى العالم أجمع يوم المباراة الجمهور الأهلاوي الذي عهدوه على مر التاريخ. فالرهان دائما ما يكون على وعي جمهور القلعة الحمراء المساند والداعم له، بل هو المحرك الأساسي لمنظومة النجاح. أهلا بالأخوة الأشقاء في بلدهم الثاني، بل الأول مصر، في سهرة رمضانية كروية ممتعة من ليالي ألف ليلة وليلة، يزينه حضور جماهيري مميز يزيد من حلاوة اللقاء في أعرق ملاعب القارة، استاد القاهرة الدولي، ملعب الأهلي التاريخي الذي أفرحنا وزف لنا البشريات عبر العقود. الحقيقة دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن جمهور النادي الأهلي، الناس بتقعد تقول لي انتوا بتتكلموا كتير عن جمهور النادي الأهلي. أنا آسف جدا، الناس اللي بتقول لي هذا الكلام ما يعرفوش قيمة جمهور النادي الأهلي، ما يعرفوش يعني إيه
ان انت تبقى موجود في الملعب وحواليك 50,000 متفرج اهلاوي. انا جسمي كان بيقشعر وانا في المدرج، ما بالك بقى وانتوا في الملعب يا كابتن؟ اللعيبه نفسها اللي كانت بتلعب في وجود جمهور النادي الاهلي دي كانت بتبقى عامله ازاي؟ الملعب الوضع مختلف طبعا. خلي بالك انا كمان كنت بلعب ناحيه الخط جنب الجمهور، فانا الشتيمه بتخش وداني او لما الناس بتبقى مبسوطه بيخش وداني على طول. فبالتالي انا اسف ان انا بقول انا، لكن هذه هي الحقيقه. الفارق كبير جدا جدا بين ان انت تبقى بتلعب مباراه حتى لو في استاد القاهره فيها 50,000 وحتى لو فيها 5,000، بتبقى الامور صعبه جدا. فارق كبير جدا 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 في هذا الامر. وبالتالي هنفضل نتكلم عن جمهورنا، لانه احنا بدون جمهورنا ولا حاجه، ولا حاجه بمعنى الكلمه بجد والله العظيم. ثلاثه الكلام ده الواحد مش بيقوله. يعني انا نفسي يوم السبت يجي، نفسي يوم السبت الساعه 9 يجي، انا نفسي اروح الماتش. انا من يعني انا من الناس اللي الناس بتستغرب جدا ان انا ما بروحش الماتشات. انا ما بقدرش، يعني انا من الناس اللي ما بتقدرش تحضر ماتشات، لان بيبقى عليك ضغط كمان انت بتتشد يا كابتن. بالظبط كده. فانا بالنسبه لي لا، فانا كمان بفكر اروح الماتش اللي جاي، فده مخليني ابقى عايز بس انا لو رحت عايز العب، عايز ابقى موجود في الملعب. انت جربت احساس جوه الملعب وبره الملعب؟ ودي مشكله كبيره. مختلف مختلف. لا لا لا، الوضع مختلف في الملعب. لا انت بتبقى اهدى والله العظيم. لا بس انا برضو يعني انا كان ليا الحظ ان انا حضرت ماتشات كتير جدا في الاستاد، وكان ليا الحظ وانا مراسل في قناه النادي الاهلي ان انا كنت موجود في ارض الملعب. انا بحس بالضغط بتاع اللعيبه يا كابتن حقيقي. وانا في الملعب اكتر من المدرج، لان اللعيبه سامعه الهتافات بشكل مختلف عن الناس اللي هي بتهتف نفسها او الناس اللي بتشجع نفسها. صح. الناس ممكن تخرج عن شعورها في لحظه، ممكن في لحظه من اللحظات يبقى في التوتر بتاع الجمهور يخليهم يعلوا صوتهم اكتر. تعليه الصوت الاكتر بتاعه الجمهور دي على اللعيبه انا بحس، انا حسيتها وانا في جنب الخط، يعني انا ما كنتش في الملعب نفسه بس انا حسيتها. لا ضغط رهيب، في نفس الوقت حماس رهيب. الطاقه اكيد انت بقى حسيت بموضوع ان بتجي لك طاقه من هتافات الجمهور. لا لا لا، هتاف ثالثه شمال ده بيعمل قصه ثانيه. لا 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 لا، قصه ثانيه. احنا كمان زمان يا عبد الرحمن، زمان لما كانت الامور بتبقى بالنسبه لنا، انا كنت بعرف انا بقى كويس ازاي من الجمهور، من هتاف الجمهور ازاي. احنا كان الايام اللي احنا موجودين فيها او هذا الجيل النهارده، بالمناسبه قناه النادي الاهلي الحقيقه بتعرض لحضراتكم تقريبا كل يوم قبل الفطار مباراه من المباريات المهمه جدا في تاريخنا. النهارده كانت مباراه الاهلي والصفاقسي، الجول بتاع ابو تريكه طبعا. فالحقيقه احنا كنا بنعرف ازاي ان الجمهور ان انا كويس الماتش اللي فات اللي قبله. يعني انا مثلا النهارده بلاعب الاهلي بيلاعب الاتحاد، تحيه الجمهور بتفرق. تحيه الجمهور بقى المباراه اللي بعد كده مباراه الزمالك، ما الاهلي بيلعب الزمالك، فتيجي الاول واحد الجمهور بيحييه يبقى هو ده كان احسن واحد في المباراه اللي قبلها، بس مباراه الاتحاد. انا برضو لا، في نقطه يا كابتن. لا يعني عشان كان ابويا بينزل برضو في طبعا. اول واحد بينزل الملعب هو بياخد شو ابن لذينة طبعا. يعني كان حارس المرمى ايا كان هو مين، الجمهور بيبقى مستني اول لعيب يطلع من اوضه اللبس. صح. لكن انا بتكلم انا بتكلم عن ايه بقى، لما 11 لعيب ينزلوا المكافاه بتاعتي كلاعب كانت بتجيلي مباشرة في المباراة اللي بعدها. طبعا. يعني انا المباراة دي انا كويس، انا حسيت ان انا كويس او كل حاجة والجرايد كتبت، بس التقدير بقى جاي لك من الجمهور. تقدير بقى الجمهور ومباشرة ليك بيبقى في المباراة اللي بعدها حتى لو مش بتلعب. انت متخيل؟ طبعا. قيمة جمهور ياما ناس هتفت على الناس على الدكة كابتن. الله ينور عليك. حتى لو انت قاعد في المدرجات، حتى لو انت مش موجود، ما هو ممكن هو مستر مانويل كان ساعات يبقى انت احسن واحد في الماتش يطلعك بره الماتش خالص الماتش اللي بعده، بس الجمهور يندهلك برضه. الجمهور يندهلك برضه اول واحد. هي جمهور النادي الاهلي برضه، مش اي جمهور يا كابتن. هي دي الميزه. انه دايما كنت بتشوف انت كويس ولا وحش في المباراه اللي بعدها من الجمهور. وانت احنا نازلين كلنا كنا بنبقى احنا ال 11 اللي هيلعبوا مثلا نازلين بينا وبين بعض نقعد نبص لبعض، يا ترى مين النهارده اللي هيتنده عليه ويتقلب مثلا. معروف ان اسلام مثلا وعبد الرحمن ومحمد وابو تريكه مثلا وبركات، واحد من الاربعه دول، تلاقي الجمهور ندى على واحد خامس تاني. لا وساعات يا كابتن برضه بيبقى في نقطه عند جمهور النادي الاهلي لما يحسوا ان اللعيب عليه ضغط جامد او لما يحسوا ان اللعيب مش موفق. انا حسيتها كذا مره طبعا، مش هقول طبعا اسماء لعيبه، بس في كذا موقف لعيب يبقى اللي مش موفق ثلاث اربع ماتشات ورا بعض، خصوصا الهدافين، خصوصا الفراوده. تلاقي جمهور النادي الاهلي بيهتف للاعب ده كانه جايب في الخمس ست ماتشات اللي هو ما جابش فيهم جوان، ده جوان. حقيقي. نوع من انواع رفع الضغط عن اللاعب يا كابتن تقريبا. صحيح. وكمان في ببعض المناسبات يعني اللاعب نفسه بيبقى مخضوض او في رهبه من الجمهور رهيبه جدا، الجمهور بيحس بيها. انا حسيتها وانا في المدرج، تحس ان لاعب وهو بيخطي اول خطوه في الملعب الناس شايفاه في توتر، في بصه للجمهور، الجمهور بقى رد جمهور النادي الاهلي على اللاعب ده هو الهتاف. حقيقي. على طول. اكتر من موقف واكتر من لاعب شفت فيهم اللحظه دي،
اكتر من لاعب بدون ذكر اسماء كان مش موفق 3 4 ماتشات ورا بعض، جمهور النادي الاهلي بحماسه خلاه هو الهداف بعد كده يا كابتن. حقيقي، وعشان كده هنفضل نتكلم عن الجمهور، وعشان كده هنفضل نقول الجمهور، وعشان كده هنفضل نقول ان دايما جمهور النادي الاهلي هو العنصر الاساسي في تتويج النادي الاهلي بكل البطولات اللي خدها النادي الاهلي واللي هياخدها النادي الاهلي وبكل حاجه حلوه. افتكروا كده من 1907 وحتى الان كل المباريات الحلوه وكل البطولات اللي خدها النادي الاهلي الجمهور هو السبب الرئيسي، عشان كده احنا دايما بنضع الجمهور في اولوياتنا. الجمهور هو شريك اساسي الحقيقه في كل النجاحات وفي كل الالعاب، والحقيقه انا جمهور النادي الاهلي بالنسبه لي مصدر تفاؤل حقيقي، خصوصا في هذه المباريات الحاسمه والمصيريه، لانها الجمهور بيبقى هو العامل الاول، خصوصا ان كلنا ثقه كمان في جهازنا الفني للفريق، قياده مستر كولر مديرنا الفني اللي مركز جدا مع الفرقه في مباراه الهلال. مستر كولر سافر سويسرا في اجازه، ولما رجع اتفرج على المباريات، وحتى هو هناك كان بيتفرج على شرايط مسجله لمباريات الهلال السوداني في البطوله الافريقيه عشان يدرس اكثر نقاط القوه والضعف في الفريق السوداني اللي بالمناسبه هو فريق جيد جدا. عندي بقى سؤال لحضرتك كابتن اسلام، معلش انا في مباراه حضرتها حسيت بكده، امتى حسيت ان جمهور الاهلي هو اللي خلص المباراه؟ انا متذكر مباراه، ما اعرفش انت هتقولها هي ولا لا. امتى حسيت وانت لاعب في الملعب ان جمهور الاهلي هو كان العنصر الاهم وهو اللي خلص المباراه دي؟ لو تفتكر في مباراه احنا كنا مغلوبين 2-0 من نادي الاتحاد، يعني مش ناس كتير اللي هتفتكر الماتش ده، 2-0 كنا مغلوبين 2-0 من نادي الاتحاد السكندري، كنا بنلعب في استاد الكليه الحربيه اعتقد 2006 او 2005 اعتقد، مش فاكر تحديدا يعني. المباراه دي الاستاد كله كان مليان خلاص، ونتيجه كانت 2-0 للدقيقه 39 او 38 من الشوط الثاني، جوزيه عمل شويه تغييرات كده وكسبنا المباراه دي 3-2 بسبب جمهور النادي الاهلي. لو حد من الجمهور فاكر المباراه دي يقول لنا، لكن المباراه دي تحديدا انا ليه فاكرها؟ لان مغلوبين 2-0 وفي الدقيقه 37 38 طب وماتش الاستاد المالي اللي احنا كنا مغلوبين هناك 2-0 ولازم نكسب هنا 3 والشوط الاولاني خسران 0-0. لا انا بقول لك انا افتكرت ماتش تاني يا كوتش برضه، انا فاكره ماتش القطن الكاميروني هنا فاينل، الماتش اللي هنا تقريبا شماريخ وبتاع في اول 10 دقائق من المباراه 2-0 في اول 10 دقائق. وائل جمعه تتذكر وائل جمعه بالهيد ايوه وفلافيو كورنرين في اول 10 دقائق المكسب ده، والماتش خلص في ال 10 دقائق دول في ال 10 دقائق دول صحيح. وبالتالي دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن الجمهور، ان الجمهور هو المحرك الرئيسي والسند والدعم وكل شيء، عشان كده هنفضل نتكلم عن الجمهور النهارده وبكره وبعده وبعده وكل الايام القادمه لحد يوم السبت. حد يوم السبت احنا جمهور اصلا يا كابتن. صحيح، بلعيبه النادي الاهلي بكل الناس المنتميه للنادي الاهلي احنا كلنا جمهور، وما اظنش ان في واحد اهلاوي ما نفسوش يكون في الاستاد الماتش ده. يعني كل الاهلاويه بلا استثناء، اكيد حضرتك في الموقف ده زينا كلنا يعني. انا طبعا مش عارف اجيب للناس كلها تذاكر وما عنديش فكره الناس اللي حجزت من تذكرتي وهجموا في اول 7 ساعات دول خدوا كل ال 50,000 تذكره، لكن ما فيش حد بيقابلنا في الشارع غير لما يطلب مننا تذاكر، سواء من الناس اللي بتشتغل في النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي او في اي حد منتمي للنادي الاهلي، الناس عندها عشم ان هو يقدر يجيب لهم تذاكر. كل الناس بتبقى نفس كل مصر كلها نفسها تروح الاستاد الماتش ده. كنت كويس ان انت اتكلمت في الموضوع ده، لانه الموضوع ده الحقيقه موضوع مهم جدا. هم 50,000 تذكره وسط 80 مليون اهلاوي، 80 مليون اهلاوي عايزين يروحوا الماتش ده. طب كلنا عندنا ضغط التذاكر دلوقتي. يعني حضراتكم متخيلين ان انا مثلا ولادي عايزين يروحوا الماتش، طب اوديهم ازاي وانا مفيش تذاكر؟ مش هيروح. عبد الرحمن اصدقائه اصحابه اخواته عايزين يروحوا الماتش، مش احنا بس، كل الاسماء اللي موجوده، ضغط كبير جدا جدا على كل الحقيقه المجموعه اللي موجوده واللي تقدر او اللي بينتمي للنادي الاهلي في هذا الفتره. طبعا كلنا مقدرين وما عندناش اي مشكله، ولكن يا جماعه لازم نبقى عارفين هم 50,000 تذكره، 50,000 تذكره من 80 مليون اهلاوي. يعني انت حضرتك لو عملت 80 مليون تذكره، لو في استاد بيسع ل 80 مليون هيروحوا ال 80 مليون، 80 مليون هيروحوا، انا متاكد من هذا الكلام وعارف كويس جدا جدا جدا. ف 50,000 من 80 مليون نسبه لا تذكر، ف هنفضل دايما على قد ما نقدر. طبعا كل واحد فينا هيحاول يساعد المجموعه اللي عايزه حواليه عايزه تذاكر، ولكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم هي 50,000 تذكره في 80 مليون اهلاوي، الموضوع صعب جدا. خلينا ننتقل لموضوع اخر ومهم جدا، واحنا بنتكلم برضو عايز ارجع في قصه الرابطه
مباريات الرابطه يعني، لانه الحمد لله ان احنا يعني خدوا القرار ده كابتن حقيقه. الحمد لله قرار موفق جدا، قرار موفق جدا. وبشوف انه عدم المشاركه في بطوله كاس الرابطه من جانب الجهاز الفني ومجلس الاداره من وجهه نظري، من وجهه نظري هو موقف صائب للغايه، لانه حضرتك محتاج ان انت تركز في البطوله الافريقيه، محتاج ان انت تكمل في البطوله الافريقيه، لو لا قدر الله حصل اي حاجه محتاج ان انت تستريح. معلش يعني صح، محدش يقول لك افرض طلعت وانت دايما التارجت بتاعك رقم واحد، فهتبقى رقم واحد في الرابطه وفي الدوري وفي الكاس وبطوله افريقيا، هيدك على اللعيبه جدا يا كابتن. يعني اعتقد ان خف ضغط لعيبه كبيره جدا كتير جدا ان احنا ما لعبناش بطوله الرابطه دي، لانه خصوصا انه انت كمان لم يتم تقدير النادي الاهلي في ظل ضغط وتلاحم مباريات كبيره جدا. حكايه تاجيل الماتشات يعني؟ اه طبعا. يعني انا مثلا طبعًا ماتش المقاولين قبل سان داونز، انا من الناس اللي كنت متاكد مليون في الميه ان احنا مش هنكسب مباراه سان داونز. ليه؟ اللاعبين قبل السفر بيومين تقريبا كمان. ايوه، لانه غير كده وكده سفر سان داونز زي ما انا قلت قبل كده في لما كنت بتكلم قبل رمضان في البيت الكبير، كنت بقول دايما ان في اربع خمس بلاد في افريقيا اللعيبه ما بتحبش تسافر لها. ليه؟ لان الاكسجين في بيبقى فيها قليل، من ضمن هذه البلاد اقل شويه هي جنوب افريقيا. لا واحنا طلعنا كمان من جنوب افريقيا على الكاميرون، يعني انت السفريه كملت معاك. دي ساعدت ان انت خرجت من جنوب افريقيا على الكاميرون، دي ساعدتك في، لا اقصد الماتشات اللي قبلها راحه اقل، يعني الماتشات اللي قبلها راحه اكتر. سوري طبعا انت ارتحت اسبوع في جنوب افريقيا وطلعت منها على ماتش الكاميرون، لكن برضو انت مسافر قبل الماتش بيومين او تقريبا 48 ساعه فعلا بالظبط بتلعب ماتش في الدوري المصري، فهي بالنسبه للعيبه ده ضغط. وبرضو هرجع اقول لك يا كابتن، نتيجه الماتشات اللي في الدوري بتاثر طبعا على اللعيبه في افريقيا، والجهاز الفني بيقرر في بعض الاحيان انه يبقى بيعمل روتيشن وانه هو ما يلعبش، والناس بتبقى مش مقتنع قوي ان انت ما ينفعش تتعادل او تخسر في الدوري، لا كله عايز عينه على المكسب وعينك ان انت تزود الفارق وعينك ان انت افريقيا والدوري والكاس وكل البطولات متشاركه. صحيح، ولانه احنا دايما واحنا بنتكلم كنا دايما بنقول ايه؟ لما حد يكلمني يقول لي بص، اقول لهم بصوا يا جماعه احنا هنتمسك بالامل لغايه اخر لحظه. اخر لحظه، ومهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، احنا اتعودنا كده داخل النادي الاهلي، ودايما ده اللي متعهدين عليه من نجوم الفريق النادي الاهلي وكل الفرق بالمناسبه. ان خلاص الفرصه رجعت بايدينا تاني، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه الصعبه. ولكن عندك اللاعب رقم واحد واثنين وثلاثه على راي عبد الرحمن، وعشره كمان هو جمهور النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لهذه المواجهه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. يكثف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته القوية لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة فنية وبدنية قبل مواجهة الهلال الحاسمة، حيث وضع برنامجا تدريبيا للفريق في الفترة الحالية، كما قام أخصائي التغذية بوضع برنامج تغذية خاص للاعبين في ظل ظروف صيام شهر رمضان المبارك. وكان كولر قد تسلم تقريرا فنيا من الجهاز المعاون وياسين الميكاري محلل الأداء عن فريق الهلال السوداني، وعكف خلال اليومين الماضيين على دراسة كل نقاط القوة والضعف في المنافس من أجل تجهيز الخطة والتكتيك الأنسب لمواجهته في اللقاء الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي بحضور 50,000 متفرج. وحرص كولر على تجهيز العناصر الموجودة حاليا مع الفريق انتظارا لاستعادة باقي اللاعبين الدوليين الموجودين في منتخب مصر الأول والأولمبي. وشهدت التدريبات الجماعية ظهور اللاعبين بمعنويات عالية وسط إصرار كبير من جانبهم على ضرورة الفوز وإسعاد الجماهير الأهلاوية. وطالب المدير الفني للأهلي اللاعبين بالتركيز التام وعدم تشتيت أنفسهم بأي أمور أخرى بعيدا عن اللقاء الحاسم. ويحتاج الأهلي للانتصار على الهلال السوداني بهدف نظيف من أجل ضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال أو تحقيق الفوز بفارق هدفين على أقل تقدير في حالة استقبال أي أهداف خلال المباراة. ولذلك ظهر كولر مهتما بالشق الدفاعي خلال التدريبات الأخيرة، وبدأ يحدد نقاط قوة الهلال الهجومية من أجل فرض رقابة لصيقة عليها، بالإضافة إلى الاعتماد على التمريرات السريعة واستغلال الحالة الدفاعية للفريق السوداني.
وسيواصل الأهلي استعداداته القوية حتى موعد المباراة وسط حالة شديدة من التركيز تسيطر على الجميع داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق الانتصار وبلوغ الدور القادم في البطولة القارية التي يحمل النادي الأحمر الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 10 ألقاب. إن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة الأهلي والهلال السوداني، وزي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة القادمة بالكامل هنبقى دايما بنتكلم عن هذه المباراة. الحقيقة برضو وإحنا بنتكلم عايز أقول لحضراتكم أن منتخبنا الوطني فاز على منتخب ملاوي في مباراة جيدة جدا، الحقيقة أولى المباريات الرسمية لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. منتخب شكله حلو، ومنتخبنا على الأقل في الشوط الأول خلاص المباراة كانت انتهت 2-0، وزي ما حضراتكم عارفين 3 نقاط بتبقى مهمة جدا أن أنت تكسب، فكسبت منتخب ملاوي. منتخب ملاوي ليس من المنتخبات الكبيرة، أنا بتكلم عن التصنيف، ولكن إن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل. عندنا منتخب رائع، عندنا منتخب قوامه محترم. أنا بشوف أن عندنا مدير فني للمنتخب الوطني واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي جم وعاملين شغل رائع جدا. وجهة نظري لأنه الحقيقة مش بيشتغل مع المنتخب الأول بس، بيشتغل مع المنتخب الأولمبي اللي هنتكلم عنه. زياراته للمنتخب الأولمبي فرقت جدا، واختياره الأيام اللي بينزل فيها مع محمد صلاح برضو اللي مش عايزين ننسى دوره أنه هو نزل في زيارة للمنتخب الأولمبي طبعا أثرت جدا في المباراة اللي بعدها. ألف مبروك طبعا لمنتخبنا الأولمبي وصعوده إلى الأمم الإفريقية. بالمناسبة هي حاجة طبيعية جدا إن احنا نجد منتخبنا الأولمبي في هذه البطولة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع بقى أن نفوز بهذه البطولة عشان نصعد إن شاء الله لأولمبياد باريس 2024. منتخبنا الأولمبي قادر إن شاء الله على الوصول لهذا الأمر. ولكن أرجع مرة أخرى لمباراة منتخب مصر ومنتخب ملاوي، مباراة كانت رائعة من الطرف المنتخب المصري الحقيقة، زي ما قلت على الرغم من الضعف الفني لمنتخب ملاوي، ولكن منتخبنا ظهر متماسك يا عبد الرحمن. في حتى شكل للأداء مختلف عن الفترة اللي قبل كده. صحيح، في شكل حتى للعيبة المحترفين تم توظيفهم المرة دي، يعني شفنا محمد صلاح بيتم مساعدته من اللاعبين في الملعب بشكل جديد مختلف عن الفترات اللي قبل كده. أيوه. كمان برضو واضح البصمة بتاعت روي فيتوريا مع غياب لعيبة مهمة، يعني غياب النني، غياب تريزيجيه، غياب أكتر من اسم مهم من المحترفين. برافو عليك. ظهور المحترفين اللي ظهروا واللعيبة الجداد اللي ضافهم للفرقة برضو تم توظيفهم بشكل مميز جدا يا كابتن، يعني أكتر من اسم جديد تم إضافته في التشكيل، تم توظيفهم بشكل جديد واستخدامهم بشكل معقول جدا فنيا في دعم باقي الفرقة. تحس ان المنتخب عندك منتخب قوي، منتخب صح. كبير، منتخب قادر ان هو يكسب اي حد في اي وقت. وجهه نظري ان اللي بيحصل مع فنيا يعني مع منتخبنا يستحق الحقيقه، وزي ما دايما بنحاول او زي ما بننتقد الحقيقه ما يستحق الانتقاد في الاتحاد المصري، خلينا برضو نقول لهم رائعين في هذا الامر، في اختيار روي فيتوريا، رائعين في ان انتوا واقفين في ظهره، رائعين في ان انتوا بتحاولوا تعملوا له كل اللي هو عايزه. ده لازم نسقف لهم عليه ونقول لهم هذا هو الطبيعي. بالمناسبة ان انت تقف مع المدير الفني اللي انت جايبه هو ده الاهم في مثل هذه المرحلة، لانه روي فيتوريا واضح ان هو جاي يشتغل. روي فيتوريا مش جاي يهزر، مش جاي ياخد سبوبة وفلوس ومش عارف ايه ويمشي. وفي نقطة مهمة كابتن، النتائج بتاع منتخب الشباب او المنتخب اللي قبله 2005 و2003 حط الضغط كبير على الراجل ده جدا. حقيقي. وحط الضغط كبير على المنتخب الاولمبي كمان، يعني صح. المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول تم ضغطهم معنويا طبعا لان هم كاداء، لا المنتخبين اتاهلوا خلاص للمرحله اللي بقى، لا هو اقصد يعني المنتخب الاولمبي اتاهل لمرحله بطوله افريقيا والمنتخب الاول ماشي بشكل كويس جدا، لكن ما مش هنسى ان كان في ضغط على اللعيبه دول من نتائج المنتخبات اللي قبل كده بشكل واضح جدا. زي ما انتقدنا عبد الرحمن، يعني كنا هنا بننتقد اللي حصل في 2006 وبننتقد اللي حصل في 2003 او في منتخبات 2006 و2003، ولكن دلوقتي من حقنا ان احنا نقول او من حقنا ان احنا نشير لاتحاد كره القدم ونقول له ان انتوا كنتوا رائعين حتى الان مع المنتخب الاولمبي ومع المنتخب الاول في الاختيارات اللي عملها كابتن حازم امام في اختياره لروي فيتوريا، وكابتن محمد بركات في اختياره لميكالي. على فكره هو حتى الان لم يحدث شيء، يعني ما حصلش حاجه تخلينا نبقى، حصل العادي ولكن حصل الطبيعي. منتخب مصر لبطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد والنتائج الجيده لمنتخب مصر في المجموعه بتاعته دي، ده العادي بتاعنا. صحيح. يعني ده احنا لسه ما رحناش لبطوله افريقيا ولا رحنا الاولمبياد. التارجت بتاع المنتخب الاولمبي ان احنا نشارك في الاولمبياد، التارجت بتاع المنتخب الاول الوصول لبطوله افريقيا واحراز بطوله افريقيا بكل تاكيد. منتخب مصر منتخب كبير، يعني
لكن في ظل الظروف اللي حصلت في اتحاد الكورة مع المنتخبات. طيب مهم جدا قبل ما نكمل كلامنا، لانه احنا عارفين ان منتخبنا هيلعب مباراة العودة مع اول مباراة الثانية مع ملاوي ان شاء الله في ملاوي بكرة ان شاء الله هذه المباراة، وبالتالي خلينا نروح 3 العصر. هذه مباراة صعبة جدا في ظل اجواء هتبقى صعبة جدا، لكن خلينا نروح لسيادة سفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي نطمن منه على بعثة منتخبنا الوطني. سيادة سفير ازي حضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا كابتن اسلام، سعيد ان انا بكلم حضرتك، وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير يا رب وبصحه وبسعاده، وتحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام يا فندم. يعني شرف لينا يا فندم ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. اولا عايزين حضرتك تطمنا الاول على منتخبنا الوطني وعلى يعني مباراه بكره في ظل ظروف صعبه جدا الساعه 3 العصر، يعني الامور عامله ازاي دلوقتي في ملاوي؟ الحمد لله، يعني انا يمكن كان يعني ليا الحظ ان احنا نستقبل المنتخب مرتين، الحمد لله المره دي لا، في اختلاف كبير والروح عاليه والاصرار، وزي ما احنا متعودين طبعا ان شاء الله باذن الله ان بيبقى دايما انتصاراتنا في شهر رمضان المبارك ان شاء الله رجاله المنتخب بكره يفرحوا مصر باذن الله. الاخبار الجو ايه يا فندم؟ يعني احكي لنا شويه عن الجو في ملاوي. والله الامور والله الجو عن... الجو التغير المناخي يعني له تاثيراته السلبيه الكبيره على ملاوي. في من حوالي اسبوعين كان في اعصار ضرب المناطق الجنوبيه، ويعني ليه تاثيراته يعني، ولكن الحمد لله اللي يمكن النهارده الحمد لله كان الجو معتدل، ما كانش فيه شمس وكان جو كوره يعني. اللي انا عارفه بكره نتعشم باذن الله ان يبقى بكره برضو الجو كويس. الرطوبه برضه يعني الجو ده بتبقى عاليه شويه. من خلال المتابعه مع رجاله المنتخب ان يعني مهما كانت الظروف ومهما كانت الاجواء الا ان في اصرار على ان شاء الله يبقى في يعني فرحه للشعب المصري تهدى ليه في رمضان، وان شاء الله تكمل بيوم السبت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. سيد سفير ايضا إن شاء الله. يعني وجود محمد صلاح هذا النجم العالمي الكبير مع منتخب مصر وتاثير وجود محمد الحقيقه مع منتخبنا الوطني في ملاوي. بالتاكيد يعني خد بحضرتك يا كابتن اسلام، يعني حضرتك طبعا يعني استاذ في مجال كره القدم وعاصرت قامات كبيرة وحضرتك منهم، يعني القيمة بتاعت المنتخب منتخب مصر، اسم منتخب مصر، وخصوصا بقى لما يبقى في نجم زي محمد صلاح وبقية الزملاء واخواته، لان انا شايف الحقيقة يعني شايف الحمد لله اللعيبة الكبار والجو اللي هو موجود النهاردة يعني له تأثيره على الفرقة ككل من ناحية، وعلى اللي بيشوفوا المنافسين مننا. يعني الحقيقه ده باي جدا التمرين النهارده، انا حضرت التمرين النهارده كان ليا الشرف اشوفه، يعني الحمد لله لا الجو واضح ان في اصرار، واضح ان اللعيبه بتقاتل او عايزه تقاتل علشان تبقى يعني تشرف ان هي يبقى لها مكان في التشكيل. الحقيقه يعني اللي في ثقه مع الـ مع الـ مع الهيد كوتش في دوريا او حتى مع الرجال القائمين على البعثه خالد بيت الغزالي كابتن حازم تمام. الحقيقه يعني انا شايف ان المنتخب الحمد لله النهارده في حاله بدنيه وفي استعداد نفسي، وخصوصا بقى مع وجود محمد صلاح ان شاء الله باذن الله، يعني ده هو هيبقى له تاثيره على الماتش بتاع بكره، خاصة ان احنا يعني احنا متابعين من هنا ان اثيوبيا مغلوبه 1-3 من غينيا وبعتقد ان هو يعني ان شاء الله باذن الله ده يكون في مصلحتنا باذن الله. بالظبط كده، ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه بكره. ايضا عايزين كابتن عبد الرحمن، الجاليه المصريه في عدد يحضر المباراه بشكل جيد في ملاوي ولا حضور المباراه دي هيبقى في صعوبه؟ بالتاكيد يعني اهلنا وناسنا في كل مكان عودونا دايما على ان هم العمود الفقري والظهر لينا في كل
في كل بلاد الغربه بره، يعني المصريين هنا موجودين وجم وطلبوا مننا الاعلام ونفس الروح الجميله اللي احنا متعودين عليها، واللي احنا ان شاء الله باذن الله يعني تتوج باذن الله بقى بالفرحه الكبيره يوم السبت ان شاء الله. معالي السفير احنا فرحانين، هم هنا فرحانين، وعايز اقول لحضرتك ان كتير هنا كانوا بيكلمونا يعني طب يعني يا ريت لو تشوفوا لنا ان احنا عايزين نحجز تذاكر وننزل والكلام ده، واحنا هم يعني رجال من قصر، يعني هم هنا في اكل عيشهم، وانا الحقيقه يعني ببقى يعني مشفق عليهم في ده، بس ده اكيد طبعا يعني هم لو عرفوا ان انا بكلم كابتن اسلام كمان هيسالهم. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ليا في الموضوع ده. ربنا يخليك. معالي السفير، هل تم التنسيق على حضور عدد من جمهور مصر في المباراه، ولا لسه ما تمش التنسيق على الامور الخاصه بحضور الجماهير؟ والله يا فندم الجانب الملاوي هنا الحقيقه يعني مقدر وشعب مضياف وحب المصر والمصريين، وطبعا وجود محمد صلاح طبعا اللي هم نجمهم المفضل، وانا عايز اقول لحضرتك ان الناس كميه التيشيرتات اللي اتمضت من محمد صلاح النهارده والتزاحم. لا هو كمان يا سيد سفير راجل محمد متواضع جدا وجميل، ويعني بيعمل كل حاجه على قد ما يقدر عشان يعلي او يعلي اسم مصر الحقيقه. بالتاكيد، وهو نجم كبير، وزي ما حضرتك عارف يا كابتن اسلام الكوره ما فيهاش تعالي ولا فيها صحيح يعني التواضع، وده سمه الناس الكبيره وسمه القامات الكبيره. طب بقول لحضرتك يا فندم، عايز بقى حضرتك وهم راجعين في الطياره حضرتك ترجع معاهم عشان نروح نتفرج على ماتش يوم السبت ان شاء الله. يا فندم بس انا ازاي ما تذكرش حل يعني اكيد هنتصرف يا فندم، رجال سفير هنتصرف يا فندم ما تقلقش. ده اللي هيحصل فعلا يا فندم. ده انت حضرتك تنور يعني، وكل جمهور النادي الاهلي هيبقى مستني حضرتك في هذه المباراه. النور يا فندم. النادي الاهلي هو البيت الكبير يا كابتن اسلام. طبعا انا كنت طلبت من الاعداد طلب صغير، اتفضل الربع ساعه بس بتاعت الاهلي والهلال سنه 87. يعني كفايه دي في اوضه اللبس، اعتقد ان انا حتى وانا لابس بدله والكرافات هنزل العب. طبعا احنا لسه كنا بنتكلم في هذا الامر، ان احنا نشوف 50,000 متفرج بقالنا كتير برضو، خلي بال حضرتك ده في حد ذاته انجاز كبير، وان شاء الله باذن الله يكلل ان شاء الله الجمهور يرجع للاستادات، والروح الجميله اللي موجوده ما بيننا كشعب. طبعا وان انا اشوف جمهور الاهلي بيساند جمهور الزمالك في الماتشات الافريقيه. طبعا جمهور الزمالك بيساند جمهور الاهلي، احنا مش بعيد على سنه 1993 لما نادي الزمالك كان بيلعب كوتوكو، كان كابتن جوهري هو المدرب ساعتها، كان جمهور الاهلي موجود في استاد القاهره. طبعا هو صحيح ان الاعلام الحمراء كانت اكثر من الاعلام البيضاء، انما يعني ده العادي موجودين. وده ما يمنعش ان احنا بالزمان واحنا مع بعض. طبعا يا فندم ده شرف لينا. انا 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 يعني متفائل خير ان شاء الله. اولا ان شاء الله منتخبنا يؤدي اداء كويس بكره باذن الله، يا رب ان شاء الله، ويكسب الماتش بكره ويفرحنا كلنا، وان شاء الله الفرحه تكتمل بان مصر تاني، لان مصر قيمه كبيره ومصر ليها رياضتها في افريقيا. فيعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي تستعيد مصر تاني تواجدها على الساحه الكرويه الافريقيه، وان شاء الله باذن الله اولادنا قدها، وان شاء الله باذن الله يفرحونا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة سفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي، بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، والاهلاويه في كل حته. خلينا نطلع نشوف، عايز تقول حاجه؟ انا عايز اقول بس وجود منتخب مصر في البلاد اللي زي دي مع وجود طبعًا. محمد صلاح، اظن التيشيرتات اللي اتمضت دي فيها ناس من ملاوي، يعني اكيد مش كلهم مصريين يعني طبعًا. يعني طبعا كل المصريين اللي موجودين في المكان اللي فيه محمد صلاح هيروحوا يمضوا تيشيرتات، لكن ده النجم رقم 2 أو 3 في العالم دلوقتي، فاكيد وجوده يعني بيبقى فيه محبين من كل الدول اللي موجوده مش بس المصريين. انا محمد صلاح هو رقم واحد بالنسبه لي انا كمان لان انا برتب نفسي على محمد صلاح على مباريات انا والله بجد ده حقيقي، برتب كلنا نفسي كده دلوقتي. اجتماعاتي لو عندي اجتماعات لو عندي حاجه برتب نفسي على مواعيد مباريات، مش على مواعيد مباريات ميسي. انا بحس ان هو على كده هم يعني هو احلام ناس كان نفسها تبقى شايفه نجم مصري في الوضع ده في اول ثلاثه في العالم، وبيبقى انا شايف ان هو اتظلم مرتين مثلا، في ان هو المفروض يبقى واخد البالون دور دي مرتين على الاقل، لكن يعني الحسابات التانية بتتحسب برضو في الامور دي كتير،
لكن هو بصراحه كاريزما خاصه جدا بالزبط. نجم من نوع خاص. التواضع بتاعه اللي قال عليه معالي السفير ده يعني بيأتراكت او بيشد ناس كتير جدا في التعامل معاه سواء كمعجبين او حتى في التعامل مع معالي السفير نفسه او الناس المحبين ليه من مختلف العناصر في المنظومه. يعني الحقيقه برضو بالفعل محمد صلاح يظل دائما هو النجم الاكبر والنجم الافضل وواحد من الناس اللي انا شخصيا بحبهم بشكل كبير جدا. هنطلع نشوف تقرير عن استعدادات منتخبنا الوطني في ملاوي او عن هذه المباراه، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل بقى هتكون معانا هنا ابو القاسم. هنا ابو القاسم هتقول لنا كل ما يخص اخبار النادي الاهلي واخبار منتخبنا الوطني طبعا على شاشه الاهلي في رمضان. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنا ابو القاسم. بمعنويات مرتفعه أدى منتخب مصر ميرانه الأول في ملاوي عصر اليوم بعد وصول بعثة الفراعنة استعدادا لمواجهة منتخب ملاوي يوم الثلاثاء في تمام الثالثة عصرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار العام القادم. وكان المنتخب الوطني تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة حقق الفوز يوم الجمعة على حساب منتخب ملاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، ليصل المنتخب للنقطة السادسة في صدارة المجموعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا. منتخب مصر يمني النفس بإحراز انتصار جديد يؤمن به صدارة المجموعة ويعيد التوازن للفراعنة الباحثين عن استعادة الذات والهيبة في القارة السمراء. تاريخ عظيم لمنتخب مصر في القارة السمراء يدفع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لبذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير واستعادة الهيبة الإفريقية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلونا بقى نرحب بهنا ابو القاسم. يا عبد الرحمن ازيك يا هنا؟ كل سنه وانت طيبه. ازيك يا كابتن، برحب بيك برضو طبعا يا عبد الرحمن وبكل مشاهدي قناه الاهلي. يعني ده اول ظهور ليا في الاهلي في رمضان، خليني بقى اقول لحضراتكم ولكل المشاهدين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وسعيده جدا ان انا هكون معاكم في الاهلي في رمضان. كل سنه وانت طيبه. انا بس عايز اشكرك يا كابتن اسلام على حاجه. اختيار ان المراسلين يبقوا بيظهروا معانا في الاستوديو وياخدوا الفرص دي لازم يتم شكر حضرتك عليه او اداره قناه النادي الاهلي كلها. دي حاجه مهمه جدا لان كلهم بيتطوروا بشكل كبير جدا، هنا وكل المراسلين اللي معانا، وكلهم بقوا شاطرين قوي وينفع ينافسونا دلوقتي، نفسه حضرتك كمان هنا في القناه. ده بيغطوا عليا يا عم، خلاص بقى بيغطوا علينا كلنا. انا كمان شاطر قوي من اشطر الناس اللي في القناه كلهم الحقيقه، كل الزملاء اللي موجودين في قناه النادي الاهلي الحقيقه ان شاء الله انتظروا مفاجات ليهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه كلهم الحقيقه، لانه احنا عندنا مجموعه رائعه الحقيقه بيتم تدريبها اعتقد لمده سنتين اللي فاتوا، كان ليهم دور كبير جدا ويظل دائما لهم الدور الكبير جدا في قناه النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. هنا عندنا اخبار كتيره النهارده فيما يخص النادي الاهلي، اتفضلي. يعني قبل ما ابدا طبعا بشكركم جدا على الكلام ده اكيد وعلى الفرصه دي، وشرف ليا ان انا اكون موجوده معاكم اكيد. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده، والخبر الاول متعلق بالنادي الاهلي، والاهلي راحه غدا ويستأنف تدريباته مساء الاربعاء استعدادا للهلال. ادى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ميرانو عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراه الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجوله الاخيره بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. وعقد مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث عن كافه الجوانب الفنيه والخططيه، وايضا منح الجهاز الفني راحه للاعبين غدا الثلاثاء على أن يستأنف الفريق ميرانو مساء الأربع المقبل لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال. واستكمالا الحديث عن الفريق الاول لكره القدم، وطبعا حديث الساعه مباراه الاهلي والهلال، استاد القاهره يعلن مواعيد فتح ابوابه امام الجماهير لحضور مباراه الاهلي والهلال. تقرر ان يفتح استاد القاهره ابوابه في الرابعه عصر السبت المقبل استعدادا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراه الاهلي ضد الهلال السوداني في اياب دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. ومن المقرر ان يغلق استاد
استاد القاهرة أبواب وأمام جماهير الأهلي في 8 مساء على أن تنطلق المباراة في 9 مساء. وحثت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والهلال السوداني الجماهير على الحضور المبكر منعا للتكدس، وطلبتهم أيضا بضرورة حمل الفان آي دي مع التذكرة أثناء دخول المدرجات. وأيضا حدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتقرر دخول جماهير الدرجة الأولى يمين وشمال من بوابة آل رشدان، والدرجة الثانية من بوابة صلاح سالم، والدرجة الثالثة يمين من بوابة المقابلة لشارع النصر، والدرجة الثالثة شمال من بوابة صلاح سالم، والمقصورة الأمامية والرئيسية من بوابة آل رشدان. فيما تقرر دخول الصحفيين والإعلاميين من بوابة نادي الفروسية من ناحية شارع يوسف عباس. يعني طبعا هتكون مباراة كبيرة جدا أكيد يا كابتن إسلام ويا عبد الرحمن، بنتمنى طبعا كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. وعايزين نعرف بقى الحقيقة أكيد كمان تواجد الجماهير هيكون ليه دور كبير جدا في المباراة، عايزين نعرف بقى رأيكم على كل أجواء المباراة. يعني طبعا هي مباراة مهمة، مباراة صعبة، لكن في النهاية الجمهور هيكون له الدور الأكبر والدور الأهم، وكالعادة المساند والداعم الأول للنادي الأهلي من 1907 وحتى الآن. وطبعا بشكرك يا هنا، يعني اخبار معموله بشكل حلو جدا. لا وهي كمان لسه هكمل معاك، مشكوره على الذات. هي شاطره جدا ما شاء الله عليها يعني، وبرافو عليك على التغطيه دي وعلى الاخبار اللي موجوده عندك كلها. بشكرك جدا. خلونا بقى نكمل اخبارنا النهارده، ومن النادي الاهلي ننتقل لمنتخبنا الاولمبي. وتهنئه من رئيس الوزراء للمنتخب الاولمبي، قدم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني للمنتخب الاولمبي والجهاز الفني بقياده ماكلي لتاهلهم الى كاس الامم الافريقيه بالمغرب، والمؤهله ايضا الى اولمبياد باريس 2024. وجاء ذلك في خلال اتصال هاتفي بدكتور اشرف صبحي وزير الشباب رياضة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أشاد فيه بمستوى لاعبي المنتخب الأولمبي، متمنيا طبعا التوفيق لهم والتأهل لأولمبياد باريس ورفع اسم مصر عاليا. يعني كمان حرص دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على استقبال بعثة المنتخب الأولمبي في مطار القاهرة الدولي. يعني طبعا ببارك لمنتخبنا الأولمبي ولشعب مصر كله. وخلونا بقى ننتقل من منتخبنا الأولمبي لمنتخب مصر الأول، منتخبنا الوطني. ومنتخب مصر بيصل ملاوي ويؤدي مرانه استعدادا لمواجهتها غدا. وصلت فجر اليوم بعثة منتخب مصر الأول إلى ملاوي استعدادا لمواجهتها غدا الثلاثاء في 3 عصر بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار. وحرص السفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي على استقبال بعثة منتخبنا الوطني، والتي يترأسها خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد. وأدى منتخب مصر مرانه الأساسي في 3 عصر اليوم استعدادا لمواجهة ملاوي غدا بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة. وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر قميص الأبيض والشورت والجورب الأسود والحارس بالأخضر، بينما يرتدي منتخب ملاوي القميص الأحمر بالكامل والحارس بالزي الأزرق. واستكمالا للحديث عن منتخب مصر، فيتوريا مواجهة ملاوي صعبة وحجازي نحتاج لعودة الجمهور. أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن مباراة ملاوي غدا في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ستكون قوية، وسنلعب للفوز والحصول على 3 نقاط. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: المباراة تحدي لنا، وأنا كمدرب ألعب دائما للفوز في أي مباراة وأبحث عن إحراز الأهداف، ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة بها. وقال أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ملاوي غدا أن منتخب مصر دائما عبارة عن أسرة واحدة والكل قلب رجل واحد، مضيفا أن هدفنا الفوز دائما في أي مباراة، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة ملاوي وسنبذل أقصى جهدنا للفوز. وتابع حجازي أن منتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير للمدرجات بكثافة لأنهم أكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصارات
البطولات. يعني طبعا يا كابتن اسلام ايضا هتكون اكيد مباراه مهمه جدا، يعني عندنا ثقه كبيره جدا اكيد في منتخبنا الوطني، ان شاء الله بقى يظهروا بمظهر بيليق باسم الكره المصريه في مباراه غدا. يا رب ان شاء الله وتكون مباراه تليق باسم منتخبنا الوطني، ويستطيع منتخبنا ان يفوز على ملاوي ويصل للنقطه التاسعه. شكرا يا هنا على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا، وان شاء الله هتطلعي بقى في الايام القادمه يكون عندك اخبار اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه. شكرا يا هنا، واخبار كانت وفت كل الاخبار تقريبا اللي تخص منتخب مصر والنادي الاهلي، وهنطلع فاصل صغير جدا ونتواصل مع حضراتكم في باقي حلقتنا اللي هتكون فيها فقره مميزه جدا مع فرقه مميزه جدا، انتظرونا. الجازولية. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس، مشرفينا ومنورينا وسعداء جدا بوجودكم معانا في هذه الاجواء الرمضانيه اللي احنا كلنا دايما بنبقى منتظرينها. والحقيقه بما اننا قناه رياضيه فالحقيقه قليل جدا لما بيبقى عندنا مثل هذه الاجواء الرائعه، يعني سعداء جدا بوجودكم معانا، سعداء جدا ان احنا بنسمعكم، سعداء جدا ان احنا بنسمع سيره النبي الحقيقه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي دايما بنكون سعداء بوجودكم معانا. ويعني اغاني كتيرة جدا او انشاد، بتسموها انشاد او اغاني بتسموها ايه؟ انشاد. انشاد انشاد. اولا عايزينكم تعرفونا، يعني تعرفنا بقى ببقية المجموعة بالكامل الحقيقة، ومين بيعمل ايه ومين بيغني ومين بينشد، انا اسف، ومين بيتكلم، رأيك كده كويس؟ اتفضل. بداية يعني اعرفك بالمايسترو دكتور عمرو حسن. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور. والفرقه طبعا المصاحبه لي وفرقه الانشاد الجازوليه الانشاد الصوفي. مش عايزين تقولوا لنا اسماء؟ لا اقول لك طبعا. طب قول لنا بدايه كده يا استاذ سعيد محمد سالم. اهلا وسهلا. عماد الحضري، جمال فياض. مين ايه؟ حضري. عماد الحضري. ماشي يا حضري ماشي.
جمال فياض، حسين سالم، سمير رأفت، احمد عمارة، علي بسطويسي، احمد عثمان، اهلا وسهلا، ومحمد سمير رأفت. اهلا وسهلا، منورنا وسعداء جدا بوجودكم معانا. انا بصراحه عجبني الفصله اللي احنا عملناها دي من الرياضه. ايه رايك؟ لا دي فصله جميله ومناسبه للشهر الكريم كمان طبعا. وانا عجبني ان الانشاد بتاعكم ادعيه، عباره عن ان انا اللي سمعته ده دعاء تقريبا، صح؟ دعاء، فحاجه جميله جدا والله، محترمه قوي، ويا ريت في شهر رمضان تبقوا منتشرين جدا الفتره دي ان شاء الله. طب قولوا لنا بس تاسيس الفرقه، متى اسست هذه الفرقه وكان امتى هذا الكلام؟ فرقه الجازوليه تاسست في خمسينات القرن الماضي. خمسينات؟ اوكي. وتوارثتها الاجيال بقى، يعني جيل عن جيل عن جيل، يعني حضرتك لو بصيت كده هتلاقي الاعمار مختلف. انا شايف لحد الشباب ما شاء الله معاكم صغيرين في السن هنا والله، وفي اصغر وفي اكبر يعني. بس أوكي. طبعا يعني عشان المكان ف يعني هم التسعه دول اللي كانوا موجودين معانا النهارده، لكن الفرقه تقريبا بتضم 20 فرد. طيب انتوا بتكتبوا الانشاد بتاعكم ده، حد منكم اللي بيكتبه ولا دي حاجات من المشهوره، الادعيه المشهوره؟ ده تراث جازولي احنا ورثناه من الفرقه، وبنشتغل عليه وبنطوره بالاساليب الحديثه طبعا، مع دكتور عمرو بقى هو المتخصص في الموضوع ده، بيبتدي اللي عشان يعني يتسمع في عصرنا ده، مش هنسمع الحاجات القديمه. أوكي. لازم نتطور. قصدك على نوع المزيكا يعني، الناي والكمانجا طبعا طبعا، ونوت بتتكتب وتوزيعات وشغل، قصه كبيره، شغل كبير. ليه لا كبيره؟ شغل العود طبعا. العود هو اساس الانشاد تقريبا مع الضفوف، مش كده؟ طبعا. بس انا شايف ضفوف فيكم النهارده. لا المره الجايه بقى ان شاء الله باذن الله يبقى الفرقه كامله باذن الله. لا بس اصل الضفوف دي بتدي ايقاع جامد جدا للحاجات. نعمل احنا البرنامج كده ونقول الضفوف بتاعتهم. طيب هتسمعونا ايه تاني النهارده؟ ان شاء الله نسمع يا ابو ابراهيم ناصر. احنا عايزين نسمعكم اكتر الحقيقه، او الناس يعني جمهور الاهلي عايز يسمعكم اكتر الحقيقه. اتفضل. احنا جاهزين ان شاء الله. Yeah.
شغل جامد جدا بسم الله ما شاء الله. الجازولية يعني ايه؟ انا محتاج افهم برضه. الجازولية هي متاخده نسبه من الامام الجازولي وتسمت الفرقه الامام الجازولي. الامام الجازولي طيب انتوا بتسافروا بره اعتقد وليكم حاجات بره مصر كتير، كلمونا في هذه. احنا مثلنا مصر ثلاث مرات، مره في سالزبورغ في النمسا، وده كان يعتبر اكبر مهرجان للموسيقى الروحيه. عملنا هناك ثلاث حفلات وده بيحضره تقريبا كل رؤساء المهرجانات على مستوى العالم كله. منه خرجنا على روسيا في 2015 باسم مصر. باسم مصر اوكي. منه خرجنا على روسيا 2015 في يكترنبرغ وياروسلافل في 2016 روسيا برضو. وعملنا حفلات هناك والحمد لله كان ليها صدى كبير، وكان في مشاريع تانية بس توقفت بسبب بقى الكورونا والحرب. انا ملاحظ ان انتوا كمان يعني الاغاني اللي انتوا بتقولوها في سكه الغنى الانشاد وكل حاجه، بس دخول المزيكا معاكوا. اللحن طبعا مشهور ومعروف، بس في توزيع في شكل من العود والكمانجا والناي تحديدا يا عبد الرحمن. مغيرين الشكل خالص. مش تقول لي كنا وديناه قناه لا اصل انا بحب المزيكا عموما، بحب الانشاد جدا فعلا. جدا اوكي. وهم كمان عاملين شكل مختلف، يعني هي الاغاني الانشاد معروفه ومشهوره والمزيكا يعني مميزه جدا، بس هم مغيرين شكل المزيكا بتاعت الانشاد، يعني اللحن ثابت. هو ده شغل الدكتور عمرو، وده اللي بنعمله ان احنا نبقى مختلفين، بنقدم نفس الانشاد اللي بيتقال من زمن الزمن ولكن بطريقه مختلفه، طريقه جديده يقدر كل الناس تستوعبها وتستصيغها. طريقه جديده في الموسيقى، في الاخراج كله بقى، يعني اخراج الانشوده كلها مشروع نفسه تبقى مختلفه رغم انها نفس اللحن اللي بنسمعه من زمان، ولكن طريقه الاخراج بقى دي بتبقى تبع الدكتور عمرو، يبتدي بقى يصيغها بطريقه مختلفه بحيث ان يبقى فيه بيعملها ازاي. بتفكر فيها ازاي يا دكتور عمرو مثل هذه الامور، يعني كيفيه اخراج الامر بهذا الشكل؟ يعني لو تقدر تقول لنا اي حد ممكن يرد علينا يعني. طيب ماشي. هو الفكره كلها ان احنا بنبتدي نشتغل على الانشوده، لحنها موجود وكلماتها ثابته، بنبتدي ازاي نخرجها بشكل مختلف وشكل جديد، ازاي هندخل الالات وتوزيع الالات وادوارها جوه المزيكا نفسها. فده بقى بيحتاج حد متخصص زي دكتور عمرو هو اللي يبتدي يعمل الكلام ده. طيب انتوا حفلاتكم في مصر اماكنكم فين؟ بتبقوا شغالين امتى؟ اميز الحفلات بتاعتكم في مصر اماكنها فين ووقتها بيبقى امتى؟ بص، هو احنا يعني بنعمل تقريبا حفله كل شهر في مسارح الدوله، يعني عشان ما اقولش اسماء وكده والاعلانات مش مشكله عادي ولكن في المسارح بتاعت الدوله الكبيره بنعمل حفله كل شهر. احنا لينا كمان اجتماع اسبوعي بنتدرب، بنراجع على القصايد في المناسبات المشهوره. طب مولد النبي، السنه الهجريه، الكلام ده اكيد طبعا بيبقى لينا دور وبيبقى لينا حفلات. كمان في المناسبات الوطنيه، يعني احنا مش بعيد عن اي حدث بيحصل في في في, في الدنيا. يعني في الدنيا ايه الجديد بقى في الدنيا اليومين دول؟ تاني عايزين نسمع حاجه تانية. نسمع حاجه كده اسمها ذكرك نور. اسمها ايه؟ ذكرك نور. ذكرك نور. اتفضل. ذكرك نور
تليفون ولا ميني وهقول هوياتي تليفون ولا ميني وهقول هوياتي جمعة كعرائس جمعة كعرائس تزف لفتى حاجة جميلة جدا، برافو عليكم. انا اكتر حاجة عارف بتعجبني في الانشاد ايه؟ التوناليتي بتاعكم او الطلوع والنزول مع بعض والالتزام ان مفيش نشاز، والكلام ده على فكرة صعب في الطلب العادي. مايسترو عبد الرحمن نجم، ده شغل المايسترو بقى بصراحة. لا صعب لا جدا، صعب جدا. انتوا كلكم بتتكلموا نفس النفس تقريبا، يعني انا بشوف في المطربين العاديين بيحصل نشاز بين الفرقة وبعضيها، هنا مستحيل. في نظام غريب. ما شاء الله يعني. بص، هو حضرتك الموضوع كله عامل زي فرقة الكورة، تتجمع تتدرب عشان تأدي في الملعب كويس. فإحنا نفس الكلام، تدريب، حفظ كويس، روح حلوة، هتلاقي الإنشاد طالع كويس. ما شاء الله في الآخر ده إنشاد، لو ما طلعش من القلب مش هيوصل للقلب. ما شاء الله عليكم الحقيقة. أستاذ سمير، برضو عايز أسألك في يعني أنتوا اتكلمتوا عن الأعمار مختلفة، هل بتعتمدوا على الانشاد الجماعي؟ يعني كنا لسه بنتكلم في هذا الامر، ولكن هل في انشاد فردي ولا لا؟ هو موجود حضرتك برضو بالنسبه للانشاد الفردي، يعني برضو كل فرد من افراد المجموعه تقريبا نسبه 90% منهم يعني بيستطيع ان هو ينشد لوحده فردي. لا، بيطلب لوحده ولا حسب حضرتك برضو. حسب اللي في يعني نوعيه الحفله الفوكال سينجل وفي اللي هو زيهم هم كده، هم دلوقتي ده مش سينجل، ده جروب، مش كده؟ يعني هو حضرتك يعني حسب حاله الحفله اللي احنا فيها. في حفلات احنا قدمنا فيها منشدين فرديين قدموا لكل واحد قصيده لوحده، بس انا بشوف انه الجماعيه في الانشاد افضل كتير من وجهه نظري، ما اعرفش. دي حقيقه. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان الصعوبه ان الكل يقول نفس التفصيله، ابو احلى يعني. انا بالنسبه لي ما بتفرجش على انشاد بالزبط. يعني انا لو لقيت حد واحد لوحده مش هغير، لكن لما بلاقي مجموعه قاعده وحد قاعد بيعمل ظبطتها صعبه قوي. ظبطت ان انتوا كلكم نفس الكلمه في نفس الوقت بتعلوا مع بعض وتوتوا مع بعض. دي راجعه برضو فعلا للتدريب، لان هو يعني فعلا المايسترو يعني في التدريب بيعرف كل واحد التفصيله اللي احنا بنقولها.
فبحيث ان النغمه تطلع مظبوطه مع يعني كولر بيمشي لكم دي حقيقه هو كولر بتاعكم فعلا كولر بتاعكم ممشي الدنيا كويس الحمد لله. طب سلام حفيظ فين برضو عشان نبقى عارفين مين الكوره بتاعكم مين الكوره بتاعكم طيب اللي ماسك الاداريات عندهم هو ده سيد عبد الحفيظ برضو اكيد عندهم مدير اداري هو اللي بينظم لهم الحفلات اكيد الكلام ده اكيد اكيد هتسمعونا ايه تاني برضو ان شاء الله هنسمع صلى عليك الله اتفضل الله يوسف هذا كريم وعطي هذا
يا ابن عبد الله يا خير خير نبي يا خير خير نبي يا خير خير نبي. الله عليكم يا جماعه. الناس اللي في الاستوديو كلها تسقف يا جماعه، انتم الناس كلها مستعملين ولا مستمتعين؟ مستمتعين مستمتعين. طب سقف انتوا قاعدين كده و لا يا راجل. لا برافو عليكم. عندي سؤال بقى، يعني كان نفسي يبقى عندي فرقه انشاد برضه عشان اساله. انتوا بتختاروا الاصوات اللي طبقه واحده دي ازاي يا جماعه؟ برضه يعني لا كلهم طبقه واحده برضه. بصوا هو الفكره كلها يعني بيبتدي المايسترو يشوف اللي عنده الموهبه وصوته حلو وبيبتدي يركب الاصوات جنب بعض، عشان كده في الاخر تسمع صوت واحد. بالظبط. لو سمعت كل واحد لوحده هتلاقي الموضوع كل واحد وليه نبره صوته وكل واحد مختلف، لكن الحفظ تدريب كله يطلع حاجه واحده. يعني مش كل الاصوات بنفس القوه اللي احنا سامعينها دي، كل واحد ليه صوته، بس انتوا بتطلعوا في نفس الطلعه مع بعض تبقوا اقوياء قوي كده. طبعا هي جماعيه. لا ما شاء الله عليكم حقيقه يا جماعه. في النمسا ارجع مره تانية للحفله بتاعه النمسا، كان كام فرقه مشاركه معاكم وانتوا ترتيبكم كان كام؟ بص هو تقريبا المهرجان بيقعد شهر شغال، احنا خدنا ثلاث حفلات. اشتغلنا اول حفله لوحدينا، تاني حفلة عملناها بمصاحبة فرقة نمساوية، الفرقة الوطنية هناك، ودي كانت عمل مزيج ما بيننا وما بينهم. وتالت فرقة كان معانا العازف فرانك شتادلر، ده عازف كمان يعتبر نمرة واحد هناك في النمسا. طيب انتوا نوعية الحفلات دي بتبقى الفرقتين انشاد ديني ولا هم بينشدوا بشكل مختلف عنكم او بيبقى؟ لا هم فرقة كورال بيقدموا حاجة دينية برضه، وكان مزيج ما بين العمل العربي أو اللغة العربية مع اللغة الألمانية. والمزيكا كانت غربي على شرقي برضه. مزيكا برضه ممتعة. ده حلو قوي هناك. ما تتعبنيش بقى أنت، ما إيه روح تيجي تنورنا. لا والله استفساراتي كلها أصلا نفسي أحضر شو يبقى غربي على شرقي. أنت عارف كانت الحلقة دي ناقصة مين؟ أبويا طبعا. طبعا كابتن أحمد ناجي. طبعا كابتن أحمد ناجي لو كان جه كان هيبقى الموضوع، لكن عموما تمام طبعاً. يعني احنا وقتنا طبعا انتهى، لكن عايز اسمع الجمال المكي. انا عارف ان دي حاجه من الحاجات المميزه قوي ليكم، فخلينا نسمع خير ختام لهذا لهذه الحلقه او لهذه الفقره الجمال المكي.
حاجه جميله جدا 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 والله استمتعنا بيكم قوي يعني انتم ممتعين الحقيقه يا جماعه يعني احنا عايزين ناخد ساعتين ثلاثه كمان بس الناس عايزه تتسحر الحقيقه يعني فعلا الناس انتوا عايزين تتسحروا وكل جمهور النادي الاهلي بيشكركم على تواجدكم النهارده معانا في هذه الحلقه شرفي. المميزه شكرا جزيلا لفرقه الجازوليه انا بشكركم شكرا جزيلا على شكرا تواجدكم معانا شكرا لحضرتك شكرا جزيلا لحضراتكم عبد الرحمن يعني حلقه مميزه وحلقه مختلفه طلعنا بره الخروج بره الرياضه في وقت رمضان دوت وقبل الماتشات اللي احنا داخلين عليها ده كان مهم جدا قبل ماتش منتخب مصر وقبل الماتش الاهلي وبتاع ده كان شيء مهم جدا مع ناس جمال زي دي يعني الحقيقه اتشرفت ان انا كنت معاكم النهارده ربنا يبارك فيك سعداء جدا بتواجدكم معانا وان شاء الله تتكرر هذه الحلقات مرات ومرات ان شاء الله عموما كانت هذه نهايه الحلقه انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن على تواجدك معانا النهارده وكالعاده دائما متالق يعني. انا اللي بشكر حضرتك ويعني فعلا حلقه مميزه قوي والاميز فيها فعلا غير وجود حضرتك طبعا الفرقه الجميله دي يعني استمتعت بيهم قوي بصراحه كلنا استمتعنا بهذه الفرقه الرائعه فرقه الجازوليه لكن في النهايه هنرجع مره اخرى لكره القدم لانها هذه هي حياتنا حياتنا كلها دايما بتبقى في كره القدم هننتظر الايام القادمه بكره عندنا مباراه مهمه جدا جدا لمنتخب مصر في تمام الساعه 3 ظهرا كلنا هنتفرج على هذه المباراه وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه المهمه جدا 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 امام منتخب ملاوي هنعدي بكره ان شاء الله تبقى كلها خير نبتدي بقى نفكر في يوم السبت القادم وإيه اللي هيحصل في يوم السبت القادم إن شاء الله مش عايزين نركز مع أي حد أنا يمكن ما أظهرش مع حضراتكم غير بعد يوم السبت فأنا مش عايزين نركز مع حد عايزين نركز في الملعب فقط إن شاء الله في 11 راجل يلعبوا أي 11 اسم يختارهم كولر في هذه المباراة إن شاء الله يستطيعوا أن يسعدوا 50,000 مش 50,000 بس 80 مليون أهلاوي إن شاء الله هيكونوا بيتفرجوا على هذه المباراة نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة المهمة جدا 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 يوم السبت القادم أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله كالعادة غدا حلقة جديدة من الأهلي في رمضان